أهلا بيكم مع الشيف شربيني. وصفتنا النهاردة أصابع سمك وبطاطس مقرمشة. المقادير: حبتين بطاطس متوسطة، معلقة صغيرة سكر، معلقة صغيرة ملح، معلقة كبيرة بيكنج باودر، 1.25 كوباية دقيق، 0.5 كوباية نشا، بياض بيضة مضروب، معلقة كبيرة عصير ليمون، 1 كوباية شراب شعير، 0.5 كيلو سمك فيليه، ملح وفلفل اسود، زيت غزير للقلي. هقول لكم دلوقتي طريقه التحضير. اغسلي البطاطس وقشري وقطعيه لصوابع متوسطه الحجم، وبعدين نشفيه تماما بانك تضغطي عليه بمنشفه ورق من جميع الجهات. بعد كده سخني الزيت في طاسه على حراره 160 وحمري البطاطس لمده حوالي 3 دقائق، وبعدين شيليه من الزيت وطلعيه على منشفة ورقية عشان يمتص الزيت الزيادة. وممكن تحفظي البطاطس في التلاجة في المرحلة دي لوقت ما تستخدميها. بعد كده ارفعي درجة حرارة الزيت على 190، وبعدين حمري البطاطس مرة تانية لحد ما يكون لونها ذهبي أو لحد ما تستوي تماما، وبعدين تبليها بالملح والفلفل. اخلطي دلوقتي المكونات الجافة في طبق غويط، وضيفي عليهم بياض البيض وعصير الليمون وقلبيهم كويس، وبعدين حطي عليهم شراب الشعير بالتدريج لحد ما يكون عندك خليط تقيل القوام. بعد كده قطعي السمك الفيليه لصوابع متوسطة وتبليها بالملح والفلفل، وحطيها في أسياخ خشب، وبعدين حطيها في خليط الدقيق لحد ما يغطيها تماما، وبعدين شيلي الأسياخ من السائل وحاولي تحتفظي بأكبر كمية من السائل ده ملزوق عليها، وحمريه في الزيت السخن لحد ما يكون لونها ذهبي من جميع الجهات. وآخر حاجة طلعي صوابع السمك على منشفة ورقية عشان تمتص الزيت الزيادة، وقدميها سخنة مع البطاطس وصوابع خضروات طازة وشرايح الليمون. ويا رب أكلتنا تعجبكم وبالهنا والشفا، وتابعونا دايما مع وصفات الشيف شربيني.